بعد ما اتجوزني كانوا عايزين يحجروا عليه، عاند معاهم وكتب كل حاجة باسم بيع وشراء. يبقوا معذورين بقى يا ست عواطف، هي دي شوية. وحيت غلاوتك عندي يا أستاذ، لو كان بإيدي ما كنت حوش عنهم حاجة، لكن المرحوم وصاني ما ادهمش مليم بعد موته، والوصية أمانة مش كده ولا ايه؟ طبعا. يقطعني يا استاذ، نسيت اعمل لحضرتك فنجان قهوه. لا لا لا، ملوش لزوم، اجري بسرعه يا بهاي. اجري؟ هو انا غريب يا استعواطف؟ ربنا هو اللي يعلم قد ايه انت قريب من القلب يا استاذ. طب بلاش قهوه بقى، خليها اي حاجه ساقعه عشان الدنيا حر. ده لو كان فيه يا ندمتي، لو كان فيه حالا. بتعيطي ليه دلوقتي؟ خايفة. خايفة من ايه؟ لا يعملوا فيا حاجة. يستجري حد يقربك طول ما انا جنبك؟